دعاء طبعا معانا زميلتي مريم بالتاكيد واحده من نجوم النادي الاهلي دعاء غباشي. دعاء طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وعايزه ابارك لك مليون مبروك. شايفه المباراه النهارده ازاي وشفنا يعني روحك ما شاء الله روحك في الملعب انت وكل لاعبات النادي الاهلي يعني ما شاء الله يعني فرحتونا وشفنا من دون انكم اداء قوي جدا. الحمد لله ان احنا قدرنا نحسم اول بطوله في السيزون ده لينا، دي كانت مهمه جدا ان احنا نرجع ثقتنا بنفسنا تاني. طبعا رغم الظروف اللي موجوده كلها ورغم الاصابات اللي لسه موجوده عندنا، الحمد لله احنا قدرنا نحسم الماتش لينا بالخبره، وطبعا ان احنا نقدر نقف على رجلينا لحد الشوط الخامس دي تحسب للجهاز الفني بتاعنا. الفتره اللي فاتت كل واحد عنده حاجات في حياته كان مضحي عشان بس في الاخر اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي دي اللي هي البطوله، والحمد لله يعني الحمد لله بجد ان احنا قدرنا على قد ما نقدر يعني في يعني بصراحه ما عملناش كل التعليمات بس قدرنا في الاخر ان احنا نسمع تعليمات المدير الفني ونقدر ننفذها في الملعب، والحمد لله ده باين الخبره والبدني بتاعنا باين في الشوط الخامس كمان. طبعا ضغط كبير جدا عليكم مسؤوليه اكبر كمان، النادي الاهلي هو حامل اللقب الموسم اللي فات وطبعا انتوا عايزين تحافظوا على اللقب للموسم الثاني على التوالي. وعايزين نحافظ على كل الالقاب وما نخرجش ولا بطوله بره النادي الاهلي. يعني اكيد الاسد يمرض ولا يموت. فاحنا باذن الله السنه دي هدفنا ان احنا ناخد الرباعيه، وكمان دي حاجه في مصلحتنا ان بطوله افريقيا في النادي الاهلي عندنا، فدي برده بتدينا دفعه كبيره قوي ان احنا نفرح جماهيرنا ونخليهم دايما مبسوطين وفخورين بينا. وطبعا بشكر الاتحاد المصري ان هو اتاح الفرصه للجماهير، انا اول مره اشوف ماتش فولي فيه كم الجماهير دي، وكل جماهير النادي الاهلي اللي جم واللي ما عرفوش يجوا اكيد هم فرحانين وفخورين بينا، واحنا باذن الله الفتره اللي جايه هنشوف كل الحاجات اللي احنا يعني وقعنا فيها في الماتش وهنشتغل عليها الفتره الجايه، وباذن الله باذن الله نقدر نفرحهم بكل بطولات السنه دي. ميرسي جدا يا دعاء، وان شاء الله واحنا فخورين بيكم ومبسوطين بيكم جدا، فرحتونا النهارده ومش عايز اطول عليك بقى عشان عارف ان انت مستعجله. شكرا سارة. ميرسي يا دعاء. شكرا ميرسي يا دعاء. كده طبعا زميلتي مريم ده كان لقائنا مع عدد من